أدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك اليمين الدستورية أمام المجلس السيادي. وعقدت الحكومة الجديدة أول اجتماع لها مع المجلس السيادي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان طبقا لاتفاق المرحلة الانتقالية بالسودان. وتضم الحكومة الانتقالية 18 وزيرة بينهم 4 وزراء أو وزيرات. ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم التوصل إليه الشهر الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.